كان من أبرز مكاسب ثورة 1919 دستور 1923 الذي وضع إطاراً لمرحلة سياسية جديدة خاض غمارها نعمان الأعصر من أول يوم تحت مظلة حزب الأحرار الدستوريين. لكن المكسب في الانتخابات الأولى كان لغريمه الوفدي حيدر باشا الشيشيني، ومن يستطيع أن يقف أمام حزب الوفد الكاسح في تلك الأيام؟ المحلة شهدت كواليس أعلى في انتخابات برلمانية في تاريخ مصر اللي تعادت 3 مرات، وكان بطلها نعمان باشا العصر اللي كان بيمثل حزب الأحرار الدستوريين، والدكتور حيدر الشيشيني اللي كان بيمثل حزب الوفد في المحل. في سنة 24 كان في منافسة في برلمان 24 اللي اتعمل بعد دستور 23 ما بين حيدر بيه الشيشيني ونعمان باشا العصر، وفي هذا التوقيت فاز حيدر بيه الشيشيني على نعمان باشا العصر، وتم حل البرلمان وقتها بعديها في سنة، فتعمت انتخابات سنة 25 فاز بيها نعمان باشا الأعصر. وفي نهاية عام 1925 قادت مجموعة من القوى الحزبية حركة احتجاج واسعة ضد تعطيل البرلمان، وللتحايل على الضغوط السياسية تصدر حكومة زيور باشا مرسوماً بتعديل قانون الانتخابات ضيقت من خلاله حق الانتخاب، فشاعت في الأمة فكرة مقاطعتها، كما أعلن عدد كبير من العمد والمشايخ الامتناع عن دخول الانتخابات، وكان من بينهم نعمان الأعصر الذي أحيل إلى المحاكمة فحكم له بالبراءة.